السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبينا نعمل شرح لما برشا ناس سألوني على ال دراجون سول كولكشن في البوليت الكر الملونين، شنو هما يعني، شنو نجمو يعملو بيهم. حبيت نعمل فيديو باش نفهم الحكاية كيفاش. اوكي، كي تدخل هنا دراجون سول كولكشن، اعمل جو تو، طيب شو واحدة اللي انت تحل. اوكي، عندك اللي هنا الالوان والكور الكل بتاع الدراجون. عندك اللي هنا شنو تنجم تجيب بيهم، كيما الاسلحة، الوان مثلا بتاع الامكات والاكا، كليب هنا لانه بتاع السكين، اللون بتاع الامكات، مش نجم نجيب اللون اللي كيف التصوير. تجيب 10 دراجون خضر و10 حمر و10 صفر، وتطلب الكولور بتاعك، السكين اللي تابع السلاح، كيف السلاح اللي هو أكا، 10 بورموف و10، جيب 10 10 من الألوان اللي باش تطلبهم عليك. وقاو بتعمل ريديم ناو، يعني باش يبعثولك اللي حاجتك بيها انت. اوكي، مثلا اسلحة السكينات، مثلا سكينات، ايش يقول لك هنا؟ يقول collect dragon soul and trade him one costume، يعني تختار واحدة بركة من اللي موجودين وموجودين وفي في ستور، يعني بمجوهرات، يعني حتى في الأسواق يعني غاليين شوية. ايش يقول لك؟ تجيب 10 من الكرموف و10 من الزرق و10 من الخضر و10 من الحمر و10 من الصفر، وتطلب تختار واحدة منهم. بتبيع باش يعمل ريد من باش تطلب يعطيك تختار واحدة من السكينات تطلبها. وهذه الأولى اللي هي فيها شروط شوية، تجيب الواحد الشعر، النوع بتاع الشعر الموجود، يعني الأخضر والأكحل والأصفر أزرق، ما أعرفش ولا أخضر فاتح ولا موجودين البوليد هاد الكور موجودين الكل. اما شنو، ثم واحدة في الاول البيضة هذيك ما يعطوها لك كي تعمل شحن، اقل حاجة 100 جوهرة تشحن يعطوها لك، باش نجم نجيب انواع نقولو احنا البيوريك اللي نجم تركبو الشخصية متاعك. هذا هو الشرح، ما فيش حتى حاجة معناتها صعيبة، ان شاء الله وصلت الفكرة. ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.